التي تهتم في جميع القضية بمدينة العرشين وهي قناة أنكو. وهذا صادفتني عدة مرات هذه القناة أنكو، ولكن الآن لا تصادف في المجال الرياضي وخاصة في المجال التحكيم. وهذا المجال التحكيم جاء بمجموعة من الإخوان الذي رأوا فيها ثقتهم لكي أقوم بتسيير هذا المجال التحكيمي، واختيار عدد الحكام يبلغ عددهم تسعة، أي ثلاثة مجموعات التي ستقوم بتسيير هذا المونديالتو بمدينة العرائش. واتمنى ان اكون عند رهن الاشاره ديال الاخوان اللي اختاروا. نعم، كلشي كيتسائل على لان التحكيم يبغى يعرف مثلا من رياض الخدمه ديالك كيفاش كتخدم، كيفاش كتعين تختار الحكام يعني اللي غادي يقودوا المباريات، يعني كيفاش طريقه الشغل ديالكم، يعني واش تعطينا شي فكره للجمهور اللي تبع ديال يعني دوري المونديال يوتيوب العرائش. الاختيار ديال كل حكم على حده على حسب مؤهلاته البدنية والرياضية والقانونية التي تتعلق بالمجال التحكيم، وكل حكم له كل حكم سيختار حسب المقابلة حجمها، و لكي نتفادى جميع المشاكل التي ستقع في الدوري، ولكي نقوم بنجاحها بوضع كل رجل مناسب في المكان المناسب، أي كل حكم في مكانه المناسب. نعم، بالنسبة لمباراة الافتتاح يعني حكمها الحكم الوفي بالإضافة إلى حكم الشرط اللي ساعدوه يعني المساعدين، يعني إيش يمكن تقولنا على مثلا ما نقولوش يعني المشاركة يعني ديال التحكيم في هذه المباراة هذه؟ كانت يعني كان على حسب الخبرة ديالي والمجال كان التحكيم لا بأس به. ما نقولوش حسن، ولكن شيئا فشيئا سيتحسن أداء المقابلات القادمة. نعم، وما لاحظناش يعني احتيال ديال الفريقين، يعني كان تحكيم يعني جيد بغي نقول أنا بالنسبة للتقييم ديالنا في هذه المباراة هذه، الحكم صلاح وفي بالإضافة إلى حكم الشرطي ما عرفناهمش، الحكمين المساعدين يعني شكون هما الحكام، واش عندك فكرة عليهم؟ الحكم المساعدين الأول من نواحي مدينة العرائش أي من الهيايضة، والمساعد الثاني من مدينة العرائش. يعني عندنا حكام من إقليم العرائش، كل جميع الحكام ماشي الحكام خاصة بمدينة العرائش، ولكن حكام تاع من خارج من إقليم مدينة العرائش. نعم، بالإضافة إلى ذلك يعني كنعرفوا هاد الحكام اللي كيجيو الدوري، يعني عندكم واحد التقييم ديالهم، يعني نقولوا يعني واحد التحليل للمستوى ديالهم سواء من اللياقة البدنية سواء من التنقيط، يعني نبغي نقولوا ديالهم، يعني كيفاش كتشوف كيفاش كتابعوا الحكام؟ لا يمكن في هذا الوقت الراهن لا يمكن معرفة القدرات ديال أي حكم إلا في المقابلات القادمة، هي التي ستعطينا حكام أكفاء وحكام الذي سيقود المقابلات اللي هي غتكون مقابلات حاسمة، وسنختار حكام في المستوى.